مشاهدينا نحييكم من جديد، وبنشكر كل الزملاء اللي ساهموا في هذا الفيلم التسجيلي القصير الذي شاهدتموه منذ قليل عن حث الناس على المشاركة في الانتخابات في المرحلة الثانية بعد أن عانينا من نسبة التصويت الضعيفة أو المحدودة في المرحلة الأولى، وكلهم من أبناء العاشرة مساء، وأهدوا هذا الفيلم التسجيلي للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة على اعتبار أنه عمل وطني، وأن المساهمة في حث الناس على المشاركة في الانتخابات هي عمل وطني أيضا. طيب هنناقش القضية اللي نوهت عنها قبل الفاصل. كنا من قبل استضفنا الفنان الكبير سعيد طربيك وتحدثنا معه ومع زوجته سارة طارق عن قصة الحب وعن انتهاك الحياة الشخصية اللي لاحظناها جميعا وتابعناها على مواقع التواصل الاجتماعي أو في بعض المواقع الإلكترونية أو في تعامل حتى بعض الصحف وبعض الشاشات. طيب بعد موته أيضا استمر هذا الانتهاك لحياته الشخصية، وانتقلت التعليقات إلى شكل أكثر بشاعة، يعني ربما يجمع ما بين الشماتة وما بين التهكم. طيب في العزاء بالأمس حدثت مشادات عائلية، القضية تستحق أن نناقشها من جوانب مختلفة. أهم الجوانب هو ما يتعلق بانتهاك الخصوصية، وأهمها أيضا طب احنا كنا بنتحدث عن قصة حب حقيقية، لماذا تحولت الآن بعد العزاء إلى حالة خلاف عائلي وخناقة؟ يعني إيه تفاصيلها؟ إيه بعض الملابسات؟ هناقش فيها سارة طارق أرملة الفنان سعيد طربيه. سارة أهلا بيكي، والباقية في حياتك ربنا يصبرك. معايا والدها كمان معانا في الاستوديو، الاستاذ طارق جابر. استاذ طارق اهلا بك. اهلا وسهلا بك. واستاذ احمد عثمان المحامي. استاذ احمد اهلا وسهلا. اهلا. استاذه ساره خلينا ابدا معاكي في التفاصيل. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في انتهاك الحياه الشخصيه حتى بعد الوفاه، وتحدثنا عن انه حتى بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات الناس كلها يعني مارست انتهاكا جديدا للخصوصية، وتعليقات فيها تهكم، وانه قصة الحب دي اللي كان البعض بيتكلم عنها لا تحولت الى تهكم من بعض التعليقات. سألتك فيها قبل كده بس عايز اسألك فيها تاني واحنا بنتكلم في الاستوديو قبل ما اسالك عن ما حدث بالامس في العزاء. تعاملت ازاي تاني مع التعليقات اللي حولت الوفاه الى مجال للشماته والتهكم؟ طبعا حزنت جدا من كميه التعليقات السخيفه اللي نزلت بعد موت سعيد. يعني التعليقات كانت اكتر من تعليقات الزفاف. يلا اللي يشتم يقول لك هو راح في كذا، يقول لك حد قال لك انك تتجوز مش عارف كم حصان وانت مش عارف كام، والشماته بقى وقله الادب وتهريج ناس. يعني ما فيش يعني ما عندهمش رحمه، ده واحد مات، يعني انتوا ولا سايبينه في فرحه ولا سايبينه في موته، واحنا عملنا ايه لكل ده؟ يعني ايه اللي احنا عملناه ان احنا نستاهل كل ده؟ اتجوزنا؟ يعني هي لو كانت العلاقه فيها سريه يعني كان ده يبقى احسن. احنا اتجوزنا، اتنين بيحبوا بعض اتجوزوا. ايه كم بقى الغلط والسخافه والتهزيء والشتيمه وتعليقات ده بيكتبوا قصايد شتيمه، يعني قصيده، قصايد للشتيمه، قصيدة في التهكم في سعيد. في سعيد طب ليه؟ اهو مات، يعني هو مات، عايزين ايه اكتر من كده؟ سارة انتوا كده قد ايه؟ شهرين؟ انتوا قصة الزواج كان من امتى؟ 15/8. 15/8 يعني 3 شهور. 3 شهور.
طيب خلال الثلاث شهور هنا، ما هو البعض طبعا زي ما كان الخوض في الخصوصية جانب كبير منه أصله فارق السن، فكمان بعد الوفاة أصل فارق السن ده هو السبب، يعني أنه يعني راجل كبير فحمل أكثر من طاقتي سواء في العاطفة سواء في الأعباء العائلية يعني. فهنا ده كمان تعاملت مع ده انتهاك سافر للخصوصية يعني. أكيد طبعا، يعني هم كانوا معانا في البيت، يعني الناس اللي بتقول هو مات من المنشطات ومات من الحاجات ديت، يعني هم كانوا في البيت معانا وكانوا شايفين ان هو بياخد حاجة، ولا كانوا شايفين ان احنا بنتعامل ازاي في حياتنا خالص. سعيد اصلا، ومش ده كلامي، ده كلام الدكاترة. الدكاترة موجودين يعني، وكل حاجة ليها التقارير، طبعا التقارير موجودة في المستشفى، انا ما اجيبش كلام من عندي. سعيد عنده 4 شريان مسدودين، شريان من 15 سنة، شريان من 10 سنين، وشريان اللي هو يعني هو ده بقى سبب المشكلة، بقى نصه مسدود. ركب 4 دعامات وبالونة، 4 دعامات وبالونة من 3 شهور. ليه يعني؟ مش فاهم، احنا كنا بنحارب يعني ولا ايه؟ يعني في ايه يعني؟ اصل هي مش حرب يعني، انا مش نازلة عليه يعني، مش متوحشة قوي انا كده، ويعني ايه دي؟ حالة مرضية من 15 سنة، واصحابه كلهم في الميديا عارفين الكلام ده. ولما جه عمل تشيك على قلبه والسي دي بتاع القسطره، الدكاتره شافوه، هم اللي قالوا لي الكلام ده. قالوا لي مين اللي قال كده؟ اولا المنشطات ما بتعملش جلطه، المنشطات بتعمل سيوله في الدم. طب سعيد مات بالجلطه، سعيد مات زعلان. بص يا استاذ وائل، احنا مش هننكر، انا جوزي مات زعلان، انا كنت مات زعلان. يعني الزعل كان هو العامل المؤثر في الوفاه. ايوه، يوم المحكمه جوزي مات. محكمه كان الصبح، جوزي مات بالليل. المحكمه اللي هي قضيه ايه؟ قضيه التزوير اللي هو ابنه عاملها له. اللي هو اولا مفيش قضيه انا ماشيه فيها دلوقتي بادئها من نفسي، انا بكمل قواضي جوزي، انا بكملها. يوم كان يوم ايه يا استاذ احمد؟ يوم المحكمه، عشان انا مش فاكره، يوم ايصال الامانه، يوم 1/11. يوم 1/11، يوم 1/11. طبعا قبل 1/11 كان في بس مشدد بيننا وبين المحامي بالنسبه لايه كلام، يعني كان خبره الخبير الامضه كانت 50,000، فسعيد كان بيحتج على ده. 50,000 ليه؟ هو انا مضيت ليه 50,000؟ هو القاضي حكم بكده عشان ايصال الامانه 1,950,000. فطبعا يعني القاضي طبعا طلع يعني محترم معانا ونزلنا ال 10,000 الحمد لله يعني. رحت انا وهو اليوم ده حولنا 10,000 لخبير الامضاء ومعانا الايصال، تمام؟ وهو بيدفع ال 10,000 كان حزين. حزين ليه؟ انه يصل للخلاف العائلي حزين بالشكل ده؟ حزين مش خلاف عائلي، حزين لابنه. هو سعيد كان مركز على ابنه فقط لا غير، ابنه الوحيد، ابنه يوسف. الوحيد يوسف اللي هو عمل معاه كذا موقف مش كويس. اول موقف، وده معروف جدا في يعني في التوك شو، يعني كان بيتكلم، هو ما بجيبش كلام من عندي، كله موجود. ما فتحلوش الباب في رمضان، وانا كنت مع التليفون بيخبط ومعاه السحور بتاعه، ما ردش عليه الولد. قال لي يا ساره وبعدين؟ ده الفجر هيدن. قلت له اتصل بيه، اتصل بيه، ما ردش عليه. 20 مرة ما ردش عليه. قال لي وبعدين؟ ده قبل الطلاق من ده زوجته. قبل الطلاق كانت يعني على ذمته، يعني راجع بيته. وكان حكى لنا القصه دي بالظبط كده. ما انا بقول لك الحاجات اللي هو زعلته يعني واثرت في نفسيته، ما جيت توابع كلها، فانت بتقولي في اليوم ده قال له ما هو في اليوم ده قال له مش هفتح لك الباب، شوف لك نومه تانية. وانا معاه على التليفون وسامع الولد وهو بيتكلم. اخذ بعضه، عنده شقه تانية راح فيها. جانب بقى قصه ايصال الامانه، رحنا المحكمة، قابلنا طبعا الأستاذ أحمد،
فقال له استاذ احمد انا مضيت، انا مضيت لابني. فاستاذ احمد قال له ازاي؟ قال له في رمضان كانش فيه طلاق بقى، ولا كان اتجوزني ولا كان فيه طلاق. الباب خبط، لقى واحد واقف على الباب. مين يا يوسف؟ قال له يا بابا انا عايز الغي راوتر بتاع النت. قال له انت عايز تلغيه؟ قال له ليه؟ قال له عايز الغيه مش عايزه. حتى سعيد استغرب منين اذا ابنه كان بيتحايل عليه ان هو يركب الراوتر عشان النت. انت عارف السن ده الشباب بيحبوا الانترنت والحاجات دي. ايه اللي فجاه كده انك عايز تلغي الراوتر يعني ليه؟ قال له عايز الغيه. امضي على الورقه دي يا بابا عشان انا عايز الغيه. وانا ساعتها كنت مع التليفون، سبحان الله يعني بتيجي معايا كده يعني. مضى الورقه اللي مضى على اعتبار انه بيمضي ورقه مضى لابنه. ما فيش شك، مش حاطط خيانه، هو مش حاطط اي خيانه. ابنه الوحيد، وبعدين ابنه عنده 15 سنه ووحيد، وسعيد من طبعه كان طيب يعني حنين، ما حطش خيانه. كانت مراته ساعتها اخذت الايصال وكتبت الصيغه بتاعه الايصال. انا فلان الفلاني استلمت من مدام الفلانيه الفلانيه ايصال مبلغ 1,950,000 علشان يديهم لواحد اسمه مش عارف عندك في الايصال محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. هل يعقل يا استاذ وائل اني سعيد طرابيك ياخد فلوس من عزه محمود شعبان مبلغ زي ده ويديهم لواحد في الشارع اللي وراه؟ ما تعقلش طبعا. طيب بس خلي بالك يعني دي عشان يبقى بحفظ للطرف الغائب حقه. يعني دي ودي وتفسير كل القضيه. أيوة جايز طبعًا. وقع لها هذه الاموال وبعد كده لما تزوجك انت اللي بتغذي الخلافات العائليه. لا لا بالعكس، ما بغذيش ولا حاجه. يعني دائما الزوجه الثانيه لازم لا تخلي يعني هو انا اللي قلت لها امضيله. الزوجه الاولى هو انا اللي قلت لها امضيله. انا ايامها ما كنتش متجوزاه، انا قلت لها امضيله. يعني انا مثلا كلمتها في التليفون ولا كانت صاحبتي وقلت لها طب امضيله عشان خاطر اوقع بينك وبينه. اوقع ليه؟ اوقع ليه يعني؟ انا ماليش علاقه في الموضوع ده. انا بعد كل هي كانت مرتبه يا استاذ وائل، هي من قبل الجواز هي كانت مرتبه الكلام ده. طيب بس انا مش عايزه احول النقاش لخلاف نسائي زوجه اولى وزوجه ثانيه. هي تانية. مش زوجه اولا، دي مطلقه او يعني لا هي يعني تعتبرش كانت زوجه اولى هي يعني. مطلقه. طيب وده هبقى يعني اتنى. بس انت بتقولي في هذا اليوم اللي هو راح في المحكمه زعل، فده اللي اثر فيه في انه عجل بالوفاه، مش زواجه منك هو اللي عجل بالوفاه زي ما البعض بيكتب يعني على النت يعني. لا طبعا، هو يوم المحكمه هو اليوم اللي راح فيه الشغل، هو اليوم اللي وقع فيه وجات له سكته قلبيه. وبعدين جواز ايه اللي يعجل بعمره؟ هو انا غلطت غصب عني او غصب عنه عشان اعجل بعمره؟ ليه؟ هو انا شرسه قوي كده يعني؟ شيطانه قوي كده يعني؟ بالعكس، انا كنت مقدره سنه، وكنت مقدره ان انا برضو متجوزه، برضو مع احترامي طبعا ليه الله يرحمه، برضو عارفه في فرق سن كبير ما بيننا، فكنت بتاقلم على ده. ما هو مش ممكن يعني ان انا مش فاهمه يعني. لا كنا ماشيين حياتنا الحمد لله في يعني في استقرار يعني، فاهمه الامور وهو فاهم الامور واحنا مقتنعين بكل حاجه. طيب سواء انا بيهمني كمان في اللي هو بقى التناول. قبل ما اكمل معاك التناول طالما دخلنا في الحياه الشخصيه، بس المساله بقت للناس هنا كده خاصه بعد اللي حدث في العزاء امبارح، انه لا يا جماعه انه انت احنا يعني تحدثنا من قبل عن قصه حب، حتى هو اتكلم عنها باستفاضه يعني، وقال تفاصيلها وقال ملامحها وقال كل ما يتعلق بها يعني، وانه هي قصه حب حقيقيه. لكن بعد كده لقينا اللي حصل امبارح يعني يصور المساله وكاننا امام صراع على فلوس، على تركه يعني. حتى اللي بيحب يمكن ان يتنازل، ده سواء الزوجه الاولى او الزوجه الثانيه. لكن ليه في يعني ايه اللي حصل في العزاء امبارح؟ اولا أولا أنا
اللي انا عملته امبارح ملوش علاقه بالورث ولا عليك ليه علاقه بالفلوس. انا زوجة واحد، انا زوج السعيد، هي مطلقه، وغير ان هي مطلقه لو ما فيش مشاكل بينها وبينه وهي ام ابنه مع احترامي ليها هرحب بيها. اولا انت يعني اكبر مني سنا، مامه ابنه، عشره كبيره، كل التقدير والاحترام ليها، وهقولها اتفضلي. لكن لما يحصل مشاكل وتزوير شقه وتزوير ايصال امانه، ومش انا بقول الكلام ده، ده سعيد اللي بيقوله مش انا، مش كلامي ده، ماشي اوكي كل ده اوكي. دخلت هي واربع بنات وسكت، احترمت سنها في العزم امبارح، احترمت سنها وسكت وانا عارفاها وسكت. لكن لما توصل ان كميه المكياج الاوفر اللي اصحابها عاملينه واللبس والضحك، ضحك في العزا، تضحكي على مين؟ ضحك في العزا، في حد بيضحك في العزا؟ لا انت تكوني بتبالغي علشان انا مش ببالغ، انا مش هبالغ. لا 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 ولا شوحها ليه؟ بص يا استاذ وائل، اولا مع احترامي ليها هي مش في دماغي اصلا، يعني الموضوع مش معاها، قصه مش معايا انا، سعيد عندي هو قصتي هو هدفي، لكن هي طليقته مش في دماغي خالص، ولا حتى ممكن ان انا اتعدى عليها. انا ببادلها احترام وتقدير، ومهما كان مامه ابنه، مهما كان عشره 15 سنه، فمعلش يعني انا مش، انا ما شفتش منها حاجه، يعني انا لحد وقتنا هذا انا ما شفتش منها حاجه، مفيش حاجه بيني وبينها خالص. طيب نكمل اللي حصل امبارح. انت بتقولي مكياج مبالغ فيه وضحك. ضحك، بشهاده الشهود اللي كانوا موجودين هناك، ضحك، ضحك. يعني في حد ممكن يضحك في جنازه؟ الناس نفسها هي اللي ممكن تحتج وتعترض قبل ما هو ناس مين اللي هتحتج يا استاذ وائل؟ اولا سعيد يا استاذ وائل، في ناس بتقول لك احنا اهله. معلش انا عايز اتكلم في النقطه دي والنبي يا استاذ وائل، عشان انا بس ايه على اخري منها. يعني في ناس بتقول لك انا ابن عمه، وانا ابن خاله، وانا اخته، وانا بنت عمته، وانا بنت مش عارف مين. اولا سعيد ما كانش ليه حد في الدنيا كلها غيري انا وابنه، دي حقيقه. اللي كان بيرتاح معاه في الكلام انا من قبل الجواز، انا كان بيحكي لي كل حاجه. اهله لما جينا نتجوز قلت له انت هتعزم اهلك؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي مش عايزهم. قلت له على الفرح هيبقى فاضي؟ ازاي؟ قال لي مش عايزهم يا ستي، انا بعيد عنه، ولو سمحتي ما تجيبيش سيرته. مين اللي هيجي الفرح؟ قال لي اصحابنا. قلت له اهلك انت؟ قال لي لا، عايزه تجيبي اهلك جيبيهم. الفرح عند حضرتك، مفيش واحد من اهله جه الفرح. في المستشفى بقى انا فضلت مع سعيد يا استاذ وائل 10 ايام، ما شفتش واحد من اهله جه بص في وشي ولا في وشه. مفيش غير بس عشان بس نتكلم بس مظبوط، اخته بس جت مره واحده، مره واحده. اي حد تلا، وممكن حضرتك تسال، المستشفى اللي انا كنت فيها من كتر ما انا يعني انا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 12 وانا في المستشفى. خد بالك ان ساعتها كان في العنايه، يعني ما كانش المفروض ان انا اقعد كل ده وما ينفعش، بس انا كنت بقعد في الكافيتيريا، والعربيه بتاعتي في باركينج في وش المستشفى كنت بقعد فيها، لدرجه ان انا كنت بنام في العربيه، لدرجه ان الدكاتره قالوا لي هناك في المستشفى انت كده هتموتي نفسك، اللي انت بتعمليه ده غلط، ان اللي انت عشان تبقي قريبه منه. مفيش حد جه بص في وشه يا استاذ وائل خالص يا استاذ وائل، وعندك حضرتك المستشفى وعندك الدكاتره وعندك الدنيا كلها، انا مش ببلع على حد، دي حقيقه. ما كانش ليه غيري. جيت انا قلت له يا سعيد عايز مين من اهلك يجولك؟ قال لي مش عايز حد. دكتور اشرف زكي كلمني في التليفون قال لي يا ساره ايه رايك لو نجيب ابنه يشوف ابوه؟ قلت له دكتور اشرف انا هقول، بس هو مش عايزه. قال لي بس لو سمحتي قولي له.
قفلت التليفون مع دكتور اشرف، كلمت سعيد. سعيد ساعتها بقى كان ايه، جهاز التنفس بقى ومحاليل ورسم قلب فقلت له بالورقه والقلم، يعني ما كانش بيتكلم. قلت له يا سعيد دكتور اشرف بيقول لي كده 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 كده. فضل يعمل لي كده 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 لحد ما اتنرفز. قلت له خلاص. ده حقيقه ولا انا استاذ وائل؟ على فكره انا يعني انا كنت بكلمك كده، انا مش هتبلى على حد. هتبلى ليه؟ يعني هكدب ليه؟ طيب هنا يعني انا قبل ما تكملي بس يعني في النهايه اللي هيحمل اسم الاستاذ سعيد طرابيك مش انت ولا زوجته الاولى، ابنه ولا هو ابنه. يعني دائما يعني الابن هو الوريث التقليدي، مش حكايه الفلوس، لا يعني في حمل الاسم وفي فهنا يعني كان لازم، لا في النهايه ده ابنك، ويعني كان يمكن ان تكوني سفيرا للتهدئه، وانه ابنك في النهايه هو ابنك، يعني لازم يبقى من الافضل انه 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 يجي لك. يعني حضرتك انا قلت كل الكلام ده، على فكره انا لو كنت بقسي سعيد على ابنه ما كانش حبني. سعيد كان ذكي جدا، وانا ايه اللي هيضرني ان انا ابنه هيبقى كويس معايا؟ انا ما بقولش ابنه وحش، انا بحكي حق، انا بحكي الحاجات اللي حصلت، انا بحكي الحاجه. حضرتك بتقولي ايه اللي حصل، فانا بحكي لك اللي حصل، ما بخبيش حاجه، انا بحكي اللي حصل، بحكي اللي حصل. انا مش معنى كده ان انا بقولك ابنه وحش وابنه مفتري وابنه ظالم وابنه عمل فيه، لا، انت بتقولي ايه اللي حصل فانا بقولك الحقيقه اللي قدامي وربي شاهد عليا. طيب وانا بنوب بس على الغير، لانك ممكن تكون انت مؤججه فتنه، حماله حطب، مشعله. لا 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 مش مشعله، مشاكل انه ابنك ده لو جه هنا. لا ما حصلش، لا ما حصلش الكلام ده كله، لا ما حصلش. ولو انا قلت الكلام ده استاذ وائل تفتكر سعيد كان سمع كلامي؟ مع احترامي ليك، ابنه الوحيد، ابنه الوحيد حتى لو بيحبني وانا قلت له الكلام ده كان سمع كلامي؟ مستحيل مستحيل. وبعدين ما هو قايلها، هو انا اللي بقول الكلام ده من عندي؟ يعني هو ما بيقول ابن، ما هو قال لحضرتك قبل كده، قال لك يعني ابنك ما يفتحلكش الباب وما يدخلكش، بيقولها الدنيا كلها. هو انت بتقولي هو مات من ايه؟ بقول لك هو مات زعلان، مات مقهور، سعيد اتقهر بس، انه الزعل في هذا اليوم يعني. طيب انت بعد كده طبعا لحظه الوفاه نفسها، يعني لما بلغوكي ان هو مات، هل بعد الابلاغ بوفاته يعني اسرته بدات تتصل؟ يعني هنا الجانب الاخر من العائله تعامل ازاي مع الوفاه؟ ما هو ابنه لازم يكون موجودا، يعني ازاي تعاملوا مع الوفاه؟ انا شفت العيله بقى يوم الوفاه، يعني ولا شفتهم في المستشفى الاولانيه ولا الثانيه، يوم الوفاه ما شاء الله كلهم اتجمعوا في المستشفى نفسها. لا مش في المستشفى، لا انا بتكلم على العزاء. في المستشفى كان ابن عمه وشفت ابنه بس، ما شفتش حد تاني، ما حدش جه في يعني لما انا دخلت عليه وهو لسه في الغسل ما شفتش حد معي، شفت ابن عمه وشفت ابنه، اي حد تاني ما شفتوش. طيب سارة انت كده يعني قبل بس ما نشوف بس بقية المشهد اللي انت قلتي نشوفه كده بالصوت والصورة اللي حصل فيه خلاف في العزاء امبارح. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، معلش 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 مع
طيب لغاية ما نجهزه تاني، بأسف لسوء الإعداد، لغاية ما نجهزه تاني. هنا الخلاف حاس. طيب انت بتقولي مكياج مبالغ فيه وبتضحك، طب عملتي ايه؟ اتصرفتي ازاي؟ انا فضلت متواجدة في المهزلة دي وسكت، وماما قالت ما تتكلميش عشان خاطر سعيد، وكله بيقول عشان خاطر سعيد ما تتكلميش. بعدت بعيد عنها، وكنت بس طبعا بستقبل يعني اصدقاء سعيد وخلاص. لما لقيت الموضوع بقى اوفر وقلب بقى بكلام وشتيمه من تحت لتحت والحركات اللي انا ما بحبهاش. ايه ده في العزاء؟ في العزاء. يعني ايه كلام وشتيمه؟ يعني مثلا انا قرايبي سمعوها وهي بتتكلم، وهي يعني هما بيكلموها، يعني هما بيكلموها وبيقولوا لها ايه مش عارف انت صاحبه العزاء سيبك منها، هي مش عارف ايه الكلام، يعني ملهوش لازم. فعشان انا ما اتنرفزتش اكتر من اللي انا عملته كنت ده دي اللي موتته. اقول لك انا انوب بقى اكيد، يعني دي ما دي ملهاش علاقه، دي مش كذا يعني، يعني دي كلام ده كلام من تحت لتحت دي ميم يعني. بتاعت امبارح انت مش عارف الاساس، حتى لو انت مش عارف ايه كلام بقى، الكلام اللي بصي يستفزك قوي يعني. فانا بقى يعني قلت ملهاش لازمه الموضوع يتحول بين صحافه واعلام وغير كده سعيد، يعني مش عايزه يبقى شكلي وحش قوي يعني. فاحترمت سعيد وفي اخر العزاء، انا مشيتش من نص العزاء، ما حصلش انا مشيت في اخر العزاء، مشيت في اخر العزاء. انا ما سبتش العزاء ومشيت. مين قال الكلام ده؟ انا مشيت في اخر العزاء. ليه بعض العناوين ان هم اللي طردوك؟ لا ما حصلش، ما يقدروش يطردوني. مين اللي يقدر يطردني يا استاذ وائل؟ ده انا الزوجه، اطرد من عزاء جوزي؟ يا لهوي. ازاي يعني؟ يعني حضرتك تتخيلها اكون انا الزوجه وطلقته تطردني من عزاء جوزي؟ ومش اي زوج في الدنيا يعني بالنسبه لي، ده كان هيبقى فيا قاتل يا مقتول. مش بالسهوله هتقولي اطلعي بره. كنت جبت لها البوليس، كنت حولت الموضوع بقى الكارثه. لا انا احترمت جوزي، احترمت نفسي، في الاخر خالص مشيت. بس مشيت. يعني انت بتقولي ان هم يعني جايين خصيصا، وانا كمان يعني عايز احفظ لهم غيابهم يعني، وكنت اتمنى انه يعني هي حتى تعلق يعني، لكن رافضين التعليق تماما. لكن في كل الاحوال هنا يعني ثلاث يعني انتهى الموقف عند هذا الحد، ما فيش بعديه تداعيات تانية، ما حصلش ازمات تانية؟ لا خالص لا. لا. طيب وابنه ما شفتهوش في لا شفت الولد، شفت ابنه، لا شفته. بس حقيقة تتقال، الولد محترم جدا، دي حقيقه وشهاده. وسلمت على ابنه؟ انا بوست ابنه مش سلمت على ابنه، انا بوست ابنه في المستشفى لما سعيد مات، مني ما شفتهوش في حياتي، انا اول مره اشوفه لما سعيد مات. في المستشفى، بس انت قلت ما جوش المستشفى. ما هو لما سعيد مات ابنه كان موجود، هو ابن عمه، انا قلت لك كده كان موجود هو ابن عمه. لكن بصراحه ابنه ما فيش احتكاك بيني وبينه خالص، بالعكس ده لما بيشوفني بصراحه بيحط يعني بيدير وشه، ما فيش احتكاك بيني وبين يوسف خالص. هو الولد متربي يعني، ما فيش حاجه بيني وبينه خالص. طيب خلينا هنا بقى، اما تاخدي في المجمل هتلاقي انه البعض يعني بعد ثلاث شهور قصه حب، قصه زواج، وقدمت للناس بهذا الشكل يعني، وكان معانا الله يرحمه الاستاذ سعيد تغبيه وتحدث عنها بكل تفاصيلها يعني. المحطه النهائيه يعني انها تبقى بالشكل ده، انت شايفة انه التعامل كمان السيء على مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة الوفاة هي عملية اغتيال تانية ليه؟ يعني انه في الناس بتكتب انه الزواج هو سبب اللي حصل له، هو طبعا مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يؤجلها احد يعني، لا بزواج ولا بغير زواج يعني. لكن
هل حسيتي ان البعض مثلا بيقلل شوية التعاطف مع قصة الحب دي وبيعتبر انه ربما هذا الزواج عجل بوفاته؟ استاذ وائل، عمر ما الزواج يعجل بوفاة حد. ازاي يعني واحد بعد السن ده كله؟ ماشي سعيد ما كانش صغير برضو ولا مراهق، ولا كانت نزوة. انا ما اعتبرش نزوة في حياته. يعني ازاي يعني؟ يعني ازاي واحد متجوز واحدة هي اللي موتته؟ مش فاهمة يعني. يعني خلاص انا كده هموته كده من اول 3 شهور. اولا سعيد ما قدرش، يا استاذ سعيد يا استاذ وائل، في كذا صدمة، في كذا صدمة. سعيد مش من اول صدمة اخدها كده، لا هو كان زعلان لما موضوع الشقة. ماشي يعني حضرتك لما تفوجأ ان شقتك انت اللي جايبها ملكك، تفوجئ ان حد تاني خدها منك بكل سهوله ويقول لك انت مضيت لي عليها، احساس صعب قوي. ما انا ما مضيتش. لا انت مضيت، دي حاجه. تاني حاجه خلافات كتير قوي، وختمت بقى بايصال الامانه. ايصال الامانه ده هو اللي جاب نهايه سعيد. هو كان بيصور ايه في المسلسل؟ بث مباشر. بث مباشر كان مع مين؟ الأستاذة مها أحمد، الأستاذة سوسن بدر، الأستاذ طبعا طلعت زكريا، الأستاذ عبد الله مشرف. وصور فيه مشاهد كتير. ده هو يعني هو بطولة المسلسل، هو البطولة بتاعت المسلسل، وللأسف ليه مشاهد كتيرة وما خلصتش يعني. بس صور جانبا كبيرا منه يعني. عدد كبير من الحلقات. طيب سؤالي اي، لما المساله بقى هتتحول في الايام القادمه صار شئنا ام ابينا الى خلاف على الميراث، فهتبقى القضيه كده ان احنا لا تكلمني عن حب ولا تكلمني عن ايه، لا انا امام هنشوف خلاف في المحاكم على تركه الاستاذ سعيد طربيق. لا لا، لاني انا مش ده الهدف، الميراث ولا هدف الفلوس. انا هدفي جوزي اللي راح مني، اللي انا ما لحقتش افرح. انا اللي قاهرني ومحزنني ان هما حزنوا جوزي، استكتروا علينا الفرحه. مش قصه ميراث، الميراث ده بتاع ربنا. يعني هي ربنا مشرع ان الولد ياخد كل حاجه والزوجه تطلع بره؟ ده ربنا مشرع كده؟ لو ده شرع ربنا انا مش هاخد حاجة. يعني لو ربنا يعني سبحان الله تعالى يعني ده شرعه، انا مش عايزة حاجة. فلوس ايه وفلل ايه وعربيات ايه؟ مش دي القصة يا استاذ وائل. انا ما بتكلمش على مراس. بس هو هيتحول لكده يعني، هنلاقي العناوين القادمة. لا لا لا، ما بتكلمش على العناوين القادمة، هتبقى كده. وهتلاقي في قضايا في المحاكم، وبالتأكيد انت مش هتسيبي يعني حقك في يعني انت هتتكلمي عن حقك القانوني والشرعي يعني. انا هتكلم على الحق القانوني والشرعي، ومش هسيب حق جوزي في ايصال الامانه المزور اللي هو اتدفن بيه. سعيد ماشي من الدنيا وهو زعلان وقهران، لازم حق سعيد يرجع. يا استاذ وائل، دي كل قضيه كانت بترفعها عليه، كانت بتصورها على الانترنت وبتنزلها، مش ده تشهير؟ يعني ايصال الامانه ده مش كان تشهير لضد سعيد؟ مش انت بتقولي ان هو ده فعلك؟ مش انت بتقولي ان انت مدياله فلوس وان هو يبعتها مش عارف لمحمد مين ولا ابراهيم مين؟ طب خلاص خلينا ماشيين في الاجراءات، خلينا ماشيين في القواضي. انا مش هتنازل عن القضيه، بس مش هي ليها حق عنده؟ مش هي كانت رافعه ايصال امانه عشان هو اخد منها فلوس عشان يديها لواحد تاني؟ بس هما في المقابل هيتهموك انك ما انت خدت فلوسه. انا ما خدتش يعني فلوس. فلوس ايه؟ كتب لك حاجات. فلوس ايه اللي انا خدتها؟ ما هي اخده منه 1,800,000. يا استاذ وائل، ده انا وهو قبل ما يموت باسبوع كان عايز يعمل نضاره نظر، حاجه هايفه يعني. رحنا البنك انا وهو، الفيزا بتاعته كان فيها 300,000 فيزا، ده غير الحساب اللي هي خدته 1,800,000. فعادي بقى بكل ثقه هو بقى بيسحب كده مبلغ يعني. لا، الفيزا ما فيهاش غير 22,000 جنيه.
انت متخيل يا استاذ وائل؟ اه بس ايه التاثير على ال اقول لك التاثير في ايه؟ اقول لك انا مش هو ما انا هقول لك بيتحكم فيها لا ما انا هفهمك اللي حصل ايه. من 3 سنين سعيد كان في الحج، قبل ما يطلع الحج من 3 سنين جت هي قالت له اعمل لي توكيل عشان ممكن تموت في الحج، وساعتها مش هعرف اسحب الفلوس اللي في البنك لانك ابنك لسه قاصر. قال لها يعني ايه اموت؟ قال يا ساره الكلمه جرحتني. قال لها ازاي اموت يعني؟ قالت له ما انت ممكن يجرى لك حاجه، مش هينفع، لازم تعملي توكيل. قال لي عملت لها توكيل، ما هو كل حاجه هتبقى لابني، مفيش اي بقى خيانه ولا كان في ثقه بقى ما بينه وبين مراته وام ابنه يعني. بس فهو اكتشف ان مفيش اي حاجه والبنك موجود يا استاذ وائل. انا على فكره ما بقولش كلام من عندي، انا ممكن ادي لك اسم البنك. لا انا مش باخد بس في عناوين عامه. اللي انا اقصده بس في العناوين العامه ان احنا كنا بنتكلم عن قصه حب بيدافع عنها الاستاذ سعيد طربي، وانه السعاده ملهاش سن والسعاده ملهاش وقت، ويعني حتى هنبقى بعد قليل نبقى نشاهد جزءا من ملخص الحلقه السابقه وكان في بيقول فيه ده، وانه انتوا ليه بتعتبروا انه انا عشان بوصل للسن ده يجب ما افرحش وما اتجوزش وما احبش، يعني تحدث بشكل حكيم عن الحب ودافع عن الحب، لكن هتتحول العناوين انه لا احنا امام صراع على تركة، على ميراث، على فلوس. ليه لا؟ هو ده مش حق ربنا وحقي؟ هو ده مش يعني هي مطلقة، هي خرجت من الورث، اللي في الورث دلوقتي مين؟ انا والولد. حقي هاخده، حقه هياخده، يعني ده يرضي مين؟ هتنزل لحقي لابنه؟ ده يرضي مين يعني؟ لا هو ليه حق هياخده، انا ليه حق هاخده؟ وبعدين فلوس ايه يا استاذ وائل؟ مفيش فلوس، الفلوس كلها معاها. فلوس ايه الموجوده؟ 1,800,000 اللي هي اخدتهم منه، الشيكات اللي هو كان بيديها لها وهو قالها على الملأ يعني. بس هو بالتاكيد كتب لك شيئا يعني. بس ما فلوس لا. وانا مش هتنازل عن حقي. كتب لك الشقه ولا العربيه؟ بالظبط كده. طيب. لا انا كان عندي عربيه. انا عندي عربيه. يعني دي عربيتي انا، عربيته هو. كتبها لك يعني هي والشقه. طب ما هو هنا هل كتبها هو في المستشفى ولا قبل كده قال لك عشان لو حصل لي حاجه؟ لا هو قال لي هي اخذت مني كتير قوي وبالسرقه، ده على كلامه هو بيقولها، ما بجيبش كلام من عندي. انت ما خدتيش حاجه، انا ظلمتك، انت ليه اتجوزتيني؟ والله يا استاذ وائل مره قال لي كده، قال لي يا ساره انت ليه اتجوزتيني؟ لما لقى الدنيا كلها نازله عليه كده واواضي وشتيمه وبهدله، قال لي انت ذنبك ايه معايا انك تتبهدلي كده؟ ايه ذنبك انك انت في فرحك تتبهدلي؟ ايه ذنبك ان انت تروحي معايا محاكم؟ ايه ذنبك ان انت تخشي معايا في قضايا؟ انت عملتي ايه لكل ده يا بنتي؟ لدرجه يا استاذ وائل اللي انا قلت له طلقني. طلبت الطلاق. وهو يعني العالم قاعد يتكلم عن قصه الحب. طلبت الطلاق منه، طلبت الطلاق منه 3 مرات، وكلمت والدتي وكلمت بابايا، قلت انا عايزه اتطلق. ليه بقى؟ دخلنا في مشاكل من الجانب الاخر، ودخلنا في تهديدات، ودخلنا في شتيمه على الموبايل بتاعه، ودخلنا في قصص انا صعب عليا. لما صعب عليا قلت له يا سعيد طلقني وارجع لطلاقتك. قال لي ده لو اخر يوم في عمري مش هطلقك، انسي الموضوع ده من دماغك، انسي ان انا ممكن اطلقك، شيلي الفكره دي من دماغك خالص. وانا كنت مصممه على الطلاق لاني انا جبت اخري وعايزه احافظ عليه، لان انا حسيت ان سعيد تعبان، فحبيت انا اضحي. خليك انت معاهم يا سعيد وانا هبعد، انا خلاص مش قادره استمر لاني بشوفه منهار. بس هو رفض خالص، قال لي عايزه تتطلقي اعملي خلع،
انا مش هطلق. والخلع هيقعد في المحاكم بسنين. انا مش هطلقك. وعشان كده اللي هو يعني قال لك انت يعني دفعت ثمن كبير في ال في 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 هذه القصه وفي هذا الزواج، فلازم اعوضك وكتب لك الشقه والعربيه. اه بس فلوس لا. فلوس لا. والشقه المزوره اللي هي مزوره بتاعت المعادي دي لو رفع قضيه، هو انا مش رافع قواضي، انا ما رفعتش قواضي. دي انت مصممه تستعيديها تاخديها منهم. كل حاجه سعيد رفعها انا مستمره فيها. ما هو هيقولوا بقى ده هي كل هدفها الفلوس، مش مشكلة، عايزه الشقه. مش مشكله، مش حقي. عايزه الشقه اه حقي، انا مراته. امال طليقته هي اللي تاخدها؟ يرضي ربنا ما يرضيش ربنا. اه حقي. اه اتفضل الاب اتفضل. انا يعني لازم بس اغوص في الـ في الـ في, الـ في الاسئله علشان اتفضل. انا بس يعني لفت نظري جمله سعادتك بتقول لها ممكن يقولوا هي بقى بدور على المراش والكلام. اه هتبقى المساله ارمله سعيد طربيق تبحث عن الفلوس والاموال والشقه دي ارمله سعيد تقصد ولا زوجة سعيد؟ لا ما هي سوري ارمال. ايوه ارمال. اه سوري انا فكري جت في ودني طليقه سعيد. لا ارمال سعيد، ارمال سعيد سعادتك بتقول لها ان الشقه هيقولوا عليك ان انت بتدوري على الميراث والكلام ده. طب وهل لما تعرف ان في وقع التزوير ان واحده بتسلب شقه يعتبر سرقه او تزوير او اي حاجه من تحت المسمى ده، هل هي هتسكت؟ هل كده نقول لها ماشي اوكي خدي ده انت زورتي برافو عليكي خديها؟ ولا هو الراجل رفع قضيه وقدام المحاكم وهو لسه في يمكن كان صحته كويسه وراجل عايش معانا حياته عادي ورفع قضيه. الاستاذ المحامي موجود، شوف سعادتك امتى القضية التاريخ كام؟ اولا الايصال اللي هو بيقولوا عليه المزور ده واخد بالمحكمه نظر تاريخ 3/8. هو متجوز سارة 15/8، يعني سارة مالهاش علاقة بالموضوع ده خالص. الكلام ده وهو في بيت الزوجية مع بعضيهم. بالنسبة للعقد اللي هو المزور بتاع الشقة اللي هي حاليا مقيمة فيها، ده ابنه حق، ابنه ليه حق فيها، ده مش كلام. ابنه شرعا وقانونا حق ابنه. ولكن لما هي تسلفها يعني يا ريتها حتى عملتها باسم ابنه، كانت تبقى معقولة شوية. ولكن هي خدتها باسمها هي. وهو طاعن في التزوير. طبعا تزوير. خلاص هي ساره قال ده، بس انا هبقى اسالك بعد كده عن الـ الـ يعني عنك كاب يعني بعد ده. بس هشوف خلينا نشوف المشاهد اللي هي كنا نوهنا عنها اللي هي حصلت في العزا امبارح. ساره بتقول انه الخناقه اللي حصلت في العزا لانه طليقته ام ابنه دخلت ومعاها بعض السيدات ويعني اسرفنا في المكياج يعني وفي التهكم واطلاق الضحكات وكان في استفزاز في العزاء. لو في كان في اسلوب استفزازي بعد اذنكم يا جماعه. خلاص والله خلصت. I got the love of the best.
طيب عشان افهم تفاصيل ده، انا شايف يعني فوضى كده وهرج ومرج، وناس بتقول لك خلاص يعني واضح انت كنتي في مشاده يعني. تفاصيل ايه اللي هنا؟ كنت عايزه اطلعها بره العزم. كنت مصممه انك تطرديه؟ بس دي ام ابنه. ماشي، ام ابنه، بس هو ميت غضبانه عليها. ام ابنه في خصومه ما بينهم. ام ابنه لو هي ام ابنه وانسانه يعني مش عارفه اقول لك ايه، ام ابنه تخلي ابنه يمضي ايصال امانه؟ ام لا ابنه. خلينا ما احنا بنرجع. طيب خلاص، ده مكان المحكمه بقى. ماشي يعني. اوكي، ما الحاجات دي اللي خلي انا مش عايزه. انا بتكلم احنا في حاله عزم، انا مش هعرف في العزا واقول مين. سعيد لو كان متواجد على الحياه، لو كان شافها في اي مكان، كان سكت في المكان اللي هي قاعده فيه؟ لا، في لحظات الموت يعني يبتعد الجميع عن الخلافات. معلش، لا في لحظات الموت بينسى الجميع بس الخلافات. بس ما تجيش في شماته يا استاذ وائل، ما تجيش في شماته. هي مش ضامنه نفسها ولا حد ضامن نفسه، انا مش ضامنه نفسي. شماته لا. بس يبقى تركيزك في العزاء انك تطردي زوجته الاولى، طليقته، ام ابنه، يبقى هو ده تركيزك؟ اطردها طبعا. اطردها. تركيزي طبعا. يعني ما تطردهاش ليه؟ اطردها. ده عزا. ما هو العزا حتى لو يعني احيانا في بعض خصومنا لما يحصل له حاله وفاه نعزيهم ونذهب الى عزائهم. يعني نروح نضحك ونهزر ونحط ميك اب ونروح العزا؟ يعني مش هي رايحه بارتي؟ ده عزا. ماشي اوكي، انت جيتي اوكي، واجبك وبالسلامه، ده واجب. لكن مفيش بقى تهريج بقى، وفي شتيمه، وفي غلط، وفي بقى سوء نيه، وفي حاجات كتير قوي، في تهريج. فده ما يبقاش عزا، يبقى هي كده مش داخله تعزي، هي داخله تستفزني انا. ما هو مين يعني مراته قاعده. بس هل الكلام ده مش مبالغ فيه شويه؟ حد هيدخل عزا تاني؟ انا بسالك ده. طب انتوا يعني الم تلتقطوا بتاع؟ مش الناس بتصور؟ انا ما شفتش حد مثلا التقط صور وهم الوضع ليس صحيحا. يعني ده مش الجانب اللي هم قاعدين فيه، ده الجانب اللي انت قاعده فيه اللي احنا شايفينه على الشاشه. والله ده اللي انا قلته لك بنسبه الصور دي. انا ما يعني مش هينفع ابقى في عزا. لا انا اقصده ما بتبالغيش يعني. علشان تشوهيها؟ لا اشوهها ليه؟ ما اشوهها ليه؟ لا اشوهها ليه يا استاذ وائل؟ دي واحده من دور والدتي، يعني انا بحترمها. احترام ايه بقى؟ انت عايزه تطرديها من العزا؟ ما تضحكش. يعني تضحكي على ايه؟ تضحكي على اللي مات؟ اطردها لما تضحك، تقعد باحترامها، تاخد واجبها، لكن ما تضحكيش في العزا بتاع جوزي. طيب ده سبب المشكله اللي حصلت امبارح. طب في مشهد تاني نشوفه برضه عن الخلاف، وبعدها نشوف التعقيب. دي جايه عشان تتصور بس عمتي يا جاي تتصور. عمتي بيقولنا ايه؟ عشان الميديا. خلاص عرفتي بقى المشاكل. عشان الميديا. ممكن بره يا استاذ. احنا قلنا جايين عزا. استاذه ممكن بره يا استاذ؟ انا من مدام هدى. بس طيب سارة، ده مشهد تاني اهو. اخت الاستاذ سعيد وبتقول لك انت جايه العزا عشان تتصوري. اخت الاستاذ سعيد بقى، اخت الاستاذ سعيد دي مدام هدى؟ سعيد نفسه قال لي ابعدي عن مدام هدى. لا ما انا مش عايز اقعد. ما انا عايز اقول لك لعب التشويه بقى. انت بتتكلم في العائلة كلها. انت طب انا مش بقول لك الحقيقه. انا مش بقول لك الحقيقه برضو ولا انا انكر. طيب اوكي فضل. مش هتكلم في الحقيقه. اوكي بالنسبه للعزا؟ لا بالنسبه للي حصل ده لا انا بس مش عايز يعني. ممكن تقولي نفس ده بس بدون. طب اعمل ايه؟ طيب ما هو ده الكلام اللي حصل. بدون توجيه ولا اهانات. توجيه ولا اهانات ولا حاجه. مش بقول لك اللي حصل، انا بحكي اللي حصل. لما طب ما دي اخته، بس بحكي اللي حصل. ما اعرفش هي شايفاها شو اعلامي ايه اللي انا شو اعلامي ايه. لا نو كومنت، مش هرد على مدام هدى. مش هرد. طيب يعني ايه اللي يدفعها انها تقول لك انت جايه عشان تتصوري؟ يعني انت اللي بتحولي القضيه لشو اعلامي. يعني انا رايحه عازه جوزي
المفروض ان انا احط ملايه على وشي ولا البس نقاب مثلا ولا ايه؟ شو يعني ايه جاي تتصوري يعني؟ اختفي تحت الارض؟ ما هو يعني يعني اقنعني احط ملايه ملايه سودا واقعد كده زي الصنم؟ ايه جاي تتصوري يعني؟ ما اكيد هتصور. مش فاهمه يعني ايه جاي تتصوري؟ ما انت بتتصوري، ما انت قاعده بتتصوري. هي اخته دي عملت كذا لقاء بره وبتتصور، مش فاهم. ولا انا المفروض ان كنت البس ملايه واقعد لها كده صنم ما اتكلمش؟ ما فيش تعليق ان ممكن ارد عليها. مش جايز يا يسار عندهم الاحساس بانه انت بتتكلمي عن انه حصل انتهاك لحياتكم الشخصيه، بس ممكن يقولوا انه ما هي ساره نفسها ساهمت في هذا الانتهاك وانها طلعت بعض تفاصيل الحياة الشخصية. هو صحيح ده حصل بعد التعليقات وبعد الهجوم، ممكن يكون يعني شايفينك انت يعني جزء من الانتهاك للخصوصيات ومن الحياة الشخصية. لا بالعكس، انا ما طلعتش حياة شخصية ولا طلع، انا طلعت ايه؟ وانا شعرفت هو اللي طلع وهو اللي ايه، وانا هاخد الكلام منه غصب عنه. هو اللي رفع قواضي وهو اللي بيتكلم الله يرحمه. عملتش حاجة، هو اللي قال لي، انا هو اللي قال لي انا هعمل كذا وهرفع قضيه كذا وهعمل كذا وهرفع قضيه كذا. انا مالي يعني؟ مش فاهمه يعني الحياه الشخصيه ايه. طيب يعني انه الخلاف كده مع جانب كبير، واضح الخلاف مع جانب كبير من العائله، مع كل اعضاء العائله. ولا يهمني ولا في دماغي، انا في دماغي جوزي. عائله مين؟ وانا شفتهم وانا اعرفهم. بقول لك ما جوش فرحي، كاتب الكتاب ما جوش فرحي. عائله مين؟ انا ما اعرفهمش ولا يفرقوا معايا كلهم. انا يهمني جوزي. عائله مين؟ ما ان شاء الله يقولوا حتى من هنا للسنه الجايه جايه تعمل، ان شاء الله جايه تمثل. كلامهم مش في دماغي اصلا. عائله مين؟ طيب خليني بس عشان يبقى الاستاذ الهامي ابن عم الاستاذ سعيد طرابيك معايا على الهاتف. استاذ الهامي اهلا بيك. استاذ وائل مساء الخير. وائل اهلا بيك استاذ الهامي. اهلا بيك، اتفضل. هو انا وائل بي مع احترامي الكبير يعني لحضرتك، اعلامي كبير وقامه وقيمه، يعني كان يجب برضو تدينا مساحه شويه، لان هي يعني مش لازم كل ده الافتراءات والكذب الكبير والكتير. يا سارة انت كذابة على الهوى، انت انسانة كذابة. لا استاذ الهامي خليني بس احف يعني، مش لازم، ممكن تقول كل اللي عندك بس بدون توجيه. يا هو لسه هي حضرتك لسه من خمس دقايق قايلة لحضرتك. الو انا سامعك. لا يعني قول كل اللي عندك بس يعني بلاش توجيه شتائم او اهانات. طيب بص يا سؤال، هي لسه من خمس دقايق بتقول لك انا ما شفتش حد من عيلته وما حدش من عيلته جاله وما اعرفش حد من عيلته. اولا ابن، انا ابن اخوه مش ابن عمه. مين؟ انا ابن اخوه محمد طرابيك. انت ابن طرابيك. ابن شقيقه يعني. ابن شقيقه. طيب. ابن شقيقه الاكبر يعني اللي هو عميد عيلة طرابيك. وهي الاخت الفاضله ساره لما حصل المشكله من قبل حتى الجواز، لما جه سعيد هيتجوز ساره، وكلام على فكره مش من ثلاث شهور دول، هي تكذبني على الهوا وتقولي علاقتها بسعيد امتى بالحقيقه بقى؟ وامتى اتجوزها بقى سواء عرفي ولا غير عرفي؟ عرفي. اتكلم بقى بجد لو هي بقى ست محترمه كده وهانم. لا خلينا بس خلينا في الوقت يا استاذ الهامي، خلي بالك هي في النهايه دي زوجة سعيد طرابيك، معترف بكده ولا لا؟ احترمت الموت يا وائل بيه. طيب يعني انت لو اسات، لو اسات لها ولسمعتها تبقى بتسيء ايضا للاستاذ سعيد يعني. انا ما بسيئش ليها يا وائل بيه، ده هي اللي كذبت. قالت لك اولا ما حدش جاله وما حدش جاله. لا انت دخلت دلوقتي يعني بتتكلم عن الزواج، تقول لنا بقى هي العلاقه ايه قبل الجواز يعني؟ ما هو العلاقه قبل الزواج هي تحكيها لك، وهي قبل الزواج طبعا باكثر من ثلاث سنين. والطبيعي طبعا ان اي زوجه اولى لما تعرف ان جوزها عرف عليها واحده او اتجوز عليها واحده هتتضايق. ده اللوجيك، ده الطبيعي في البشر كلهم. مفيش زوجه اولى. يعني انت عايز تقول انه الخلاف الزوجي حصل بسبب دخول ساره في حياته يعني؟ طبعا ده هي بدايه المشكله، هي سببها هذه الانسانه يا وائل بيه. انا سامعك، عقب على كل الكلام. انا سامعك يا استاذ الهام، بس بلاش يعني بدون لا التهامات ولا احنا لسه بنتكلم على انه حصل انتهاك
للحياة الشخصية للأستاذ سعيد طربي، عشان كده مش عايز عائلته حتى تساهم في هذا الانتهاك. اتفضل يا فندم. ما هي دلوقتي حضرتك دلوقتي هي غلطت في حق الكل، واولا قالت كلام غلط. يعني هو اصلا من المستشفى بتاعت كفافي، واولا في البدايه خالص لما جه سعيد وقال انا هتجوز اعلام ساره، قلت له مين ساره دي يا سعيد؟ قال لي ساره طارق. ما حصلش. اتهزرت مع سعيد وقلت له ساره طارق دي يعني بنت جبل طارق؟ انا عمري ما سمعتك ولا اعرف حاجه عنها. مين العيله دي يعني؟ مين عيله طارق يعني جايه منين؟ زعل سعيد واتضايق، قال انا حر وانتم عليا وهتحكموا على اختياراتي، انا لازم اعلم عز الادب واوريها ان انا لسه هو خلاص الله يرحمه مات خلاص. انت دلوقتي كذبتي، قلت مفيش حد من اهله. هو انت لازم تسرق 100 مره عشان تبقى حرامي يا سؤال؟ ولا لو سرقت مره واحده بقيت حرامي؟ اتفضل كمل يا استاذ الهام. اتفضل. طب هي كذبت، قالت لك محدش من اهله جه ومحدش من اهله راح. انت انا ما قلتلكيش يا ساره. ما هي قالت ان انت استاذ الهامي، انا قلت حضرتك جيت على فكره. طب وحضرتك لما كلمتك وانت في مستشفى الكفافي ورحت لك على مستشفى الكفافي، رحت واخداه من مستشفى الكفافي في اكتوبر ورايحه بيه على مستشفى الامل من غير ما تاخدي راي حد؟ انا ما كنتش رايح من غير ما ايه؟ من غير ما ايه؟ من غير ما ايه؟ غير حتى ما تكلميني، انا قلت لك انا جاي لك على مستشفى. يعني انا كنت استنى يا اخدته نقلته على مستشفى يا استاذ الفاضل. يا استاذ الفاضل، كنت استنى يعني لما حال السعيد تسوق. لا وانت كده انقذتيه. لا ما استنيتيش حضرتك انا عمري ما شفتك حضرتك يا استاذ الهامي. استاذ الهامي، مش انت ابن اخوه؟ مش انت ابن اخوه؟ مش انت ابن اخوه؟ ما جيش انت ابن اخوه؟ ما عزمكش في الفرح ليه؟ ما هتسالي نفسك، ما كلنا رافضينك اصلا. رافضيني والله والله. انت غير مرغوب فيكي. انت غير مرغوب فيك، ما سالتيش نفسك ولا واحد حتى من صحابه ليه؟ طب عيلته رافضاكي، طب صحابه كمان رافضينك ليه؟ والله والانتيم. تمام. انت بني ادم عندك بارانويا للاعلام والميديا. انت عملتي لقاءات في العزا، في العزا وانت بتاخد عايزه جوزك، عملت لقاءات مع كل الصحف ومجله تنتان ومجله ميكي وسمير، ما سبتيش حد. انت عندك مشكله يا ساره، روحي اتعالجي نفسيا. انت عندك مشكله، فشلتي في التمثيل وما اتجوزتي سعيد عشان تتصياطي اعلاميا، وتكلمي بقى الاستاذ وائل ابراشي، وتكلمي بقى الاستاذه مش عارف. انت عندك مشكله، روحي اتعالجي نفسيا. مش نافع في تمثيل، انفعي في حاجه ثانيه. يا استاذ الهامي بس تقعدي تحجصي وتقولي عيلته مين يعني؟ حد يا استاذ الهامي بس، حد هيتجوز وهيعيش الحياه؟ مين ساره طارق؟ انا ما شفتش اسمك حتى على ورق الكلينيك. يعني لا انا دلوقتي محترمه سنك ماشي، والكلام اللي انت بتقوله ده انا هعاقبك عليه. ما تقدريش، هعاقبك عليه. عارف، افتكر كلامي كويس. افتكر كلامي كويس. افتكر كلامي كويس. من عيلته المستشفى. افتكر. ما جيتوش. ما جيتوش. انت مين انت اصلا؟ اللي جابوهم من شارع الهرم اللي بيضحكوا. انت مين؟ انا شفتك انت اصلا. انتوا جيتوا حتى دفعتوا حاجه في المستشفى يا استاذ الهامي. استاذ الهامي، كلمني ورد عليا. ما تكلمني. طب خلينا يا جماعه بس عشان استاذ الهامي، بس عشان الاصوات هتتداخل. بس ايه ده؟ يعني السؤال اللي هي بتساله، يعني انتوا ظهرتم الان فقط، لكن اين كنتم لما كان الاستاذ سعيد يعني تعبان وبيعاني؟ وحتى خلال الحب والزواج ده مش هي اللي كانت بتطلع تتكلم بس، كان الاستاذ سعيد تربيكي بيطلع بيتكلم ايضا. يعني هو بيعمل شو برضه؟ سعيد عايز يتشهر صح؟ برضه عايز يشتهر. ما انت بتقولي اهو، بتقولي بتعملي برامج وبتعملي، ما هو انت بتقولي راس زي ناس. بتقولي ايه حضرتك؟ انا المهندس الهامي طرابيك، والحمد لله مصنف، مش محتاج اشتهر. وانت بني ادم ما بقولش عليك يا استاذ الهامي، ما بقولش عليك. هو سامعني ولا هو مستني؟ طب خلينا عشان الاصوات بتتداخل بس دقيقه واحده يا صار هسمع بس. استاذ الهامي اتفضل. يا وائل بيه، اتفضل حضرتك. المدام ساره من البدايه خالص حضرتك كل الاسره رفض هذه الزيجه وهذه العلاقه، ونصحناه بعيد عنها من خلاص. وهو ليس صغيرا وصمم على هذه الزيجه وتزوج. ماشي، من حقه بقى خلاص. وهو راجل حر يعشق، يحب، يتجوز. بس احنا كان كل اللي يهمنا الولد يوسف سعيد طرابيك، اللي اختاره ولا اختار امه، ده ملوش ذنب. انت لما كنت بتشوف الاستاذ سعيد، خليني في الجانب بس اللي يهمنا يا جماعه عشان الخلافات، لما كنت بتشوف الاستاذ سعيد يعني بيتحدث عن قصه الحب دي
والاعتداء على حياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وعلى الانترنت. ما هو اللي بيتحدث يا أستاذ إلهام يعني؟ أيوة أيوة هو كان بيتعامل مع زواجه على إنها قصة حب حقيقية، وبيقول أنتوا ليه مستكترين عليا إنه أنا لما أكون كبير في السن فيجب مفرحش يعني، وكأنه الفرحة لها سن أو لها عمر. يا وائل بيه، اتفضل. يا وائل بيه، سعيد طرابيك شخصية عنيدة جدا. سعيد طرابيك الفنان انسان عنيد جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، سعيد طرابيك لما عمل علاقه مع ساره من قبل الجواز ومن قبل الميديا، وهي بقى تقول بقى لو عندها جرأه هي وجبل طارق ولا الاستاذ طارق ولا اي ما اعرفش مين طارق، تقول بقى الحقيقه، تقول انا علاقه بيه بقى لي 9 سنين 7 سنين 8 سنين، تقول الحقيقه. طيب اي اساءه، اي اساءه لسمع يا استاذ الهام، اي اساءه، اي اساءه لسمعه زوجة الاستاذ سعيد طرابي هتبقى اساءه لسمعته ايضا. يا فندم يا استاذ وائل، هي دلوقتي لخبطت يعني، هتبقى بتسيء الى سمعته وهو ميت يعني. ما طلعتش قلت الكلام ده ليه وهو عايش؟ ما ايه، ما طلعتش قلت الكلام ده ليه وهو يعني، انا خليني يعني ما يبقاش في اساءه، ما يبقاش في اساءه للسمعه. انت ما كنتش شايف ولا حد شايف ولا حد عارف مين بيعمل ايه يعني، فخلينا ما يعني ما فيش اساءه للسمعه. طب يا وائل بيه، يا وائل بيه بالراحه كده شويه، حضرتك اعلامي وبالعقل كده، حضرتك حتى لما صرفتهم في البرنامج بتاع حضرتك قبل كده وقلت له فرق السن، وقال لك انا سعيد ولي السعاده من السن، هو في فرح 25 وفرح 39 وبالمناسبه يعني الحديث اللي كان قبل مداخله سعيد طرابيك وساره والقصه ديت مع الدكتور احمد كريمه والدكتور سعد الدين الهلالي والدكتور خالد الجندي، كان برضه بسبب الاخت شيماء والطلاق العصبي، وكله اقر ان الطلاق ساعه الغضب غير باين، يعني نفس الحكايه يعني، فريق الاعداد مرتب ما شاء الله يعني نفس القصه. سعيد لما حصل المشكله ومراته طبعا زي اي زوجه بتقلب في موبايله ولقيت مكالمات كتير من ساره، فاتضايقت وعرفت بالعلاقه، اتنرفز سعيد، رمى يمين طلاق نتيجه دقيقه، رحت قابلته تاني يوم انا في السيده، يا سعيد ما ينفعش عشان خاطر يوسف، قال لي لا انا خلاص ما حدش يحكمني، ما فيش حد يحكمني انا، وهو على علاقه بيها من قبل الجواز. طيب خلاص بقى، طبيعه بقى هذه، ما فيش داعي للغمز والتلميع يعني، يعني احبها يا اخوه اتجوز بدليل وتزوجها يعني، يعني تزوجها. انت عايز تقول انه الطلاق يعني عايز تقول هي اللي قطعت بيته، خربت بيته الاولانيه. طيب نحاول نجيب ال، طيب ساره طيب هاخد تليفونين بس قبل ما اطلع فاصل. مدام هاله من الجيزه، مدام هاله اتفضلي. فن مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير، اتفضلي. فن انا كنت موجوده في العزاء. ام يوسف ست محترمه كانت قاعده في منتهى الاحترام، وكان في اخته قاعده كانت منهاره عليه، يمكن اكتر واحده شفتها منهاره عليه، وابنه كان منهار عليه. والاثنين كانوا يعني انا الست شفتها يعني كانت حزينه، لا كان في ضحك ولا كان في كلام من التهريج ده كله. انا مشيت من هناك حوالي الساعه 9 الا ربع. انت حضرت المشاده دي اللي حصلت؟ نعم. لا، الصور اللي انا شفتها دي انا ما شفتهاش، ممكن اكون الحاجات دي حصلت بعد ما مشيت، بس المساله كان قاعده الناس كلها كانت بتعزي ام يوسف وقاعدين جنب ام يوسف، وهي كانت قاعده متحفزه. ساره كانت قاعده متحفزه. ما هي قالت اسباب التحفز ده، انت بتنفيها ان هي كانت بتضحك؟ لا ما كانش في ضحك. لا 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 كانش في ضحك يا استاذ وائل. ما كانش في ضحك خالص. يعني بقول لحضرتك ما كانش فيه ضحك. ساره مدام هاله بتقول هي كانت في العزاء من ما حدش في الواقع اساسا، واسال الاستاذه ساره كده، وشافت انه الزوج ام ابني سعيد طرابيه ما كانتش يعني حاطه المكياج لا 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 اللي انا قلته نعم، حاطه مكياج، حاطه مكياج العادي. مدام هاله مساء الخير. مساء النور. هي متدخله من نفسها على فكره والله، هي بتقول انا شفت العزاء وعايزه اعمل اتصال. حضرتك طبعا يعني كلامك مظبوط، بس اللي انا بتكلم فيه قلت معاها بنات
دخلوا العزاء. انا ما شفتش البنات دول. ايوه بالظبط كده، دخلوا العزاء والتريقه والشتيمه، وكان في ناس من الميديا وناس محترمه. ايوه طبعا، وناس كانوا قاعدين حواليها، والدنيا كانت عزاء طبيعي زي اي عزاء، ما شفتش حاجه اوفر منهم. لا انا شفت يا استاذه هاله، وكان في اخته كانت منهاره عليه وما كانتش بتبطل عياط. دي بقى كانت في ملكوت العزاء الحزن على الاستاذ سعيد، يعني اكتر حد حسيت بيه حزين على الاستاذ سعيد اخته وابنه. وانا لا صح يا مدام هاله؟ لا انتوا كنت قاعده متحفزه للي بيحصل، ما كنتش حزينه متحفزه. وبعدين انا عايزه اقول حاجه يا استاذ وائل. متحفزه ايه؟ بتسيب يعني متحفزه لهم، قاعده مترقبه منهم اي وضع. الحاجه الثانيه يا استاذ وائل، انا عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. فين الفنانين؟ انا اللي اعرفه من عمال من نجوم من كله، احنا حوالي يعني 5 مليون، كم واحد اتجوز واحده صغيره ومحدش حس بيه؟ وكم واحد اتجوز وطلق وساب ام عياله ومفيش اي مهرجان حصل؟ كتير في قضايا وبعضها تحول الى سعيد اللي حصل فيها المهرجان ده كله. لانه المواقع التواصل الاجتماعي تعاملت مع الزواج ومع فارق السن ومع صور الفرح. لما طلعت صور الفرح يا استاذ سعيد، لما طلعت صور الفرح البعض تعامل معاه الفرح بفستان اوفر، بوضع بشكل اوفر، عشان هي عايزه شهره، هي عايزه الاعلام. يعني انا متجوزه عشان خاطر اتشهر؟ معلش يعني هو سعيد طبعا، هو شهرة. بصي اتفضلي هو شهرة وفلوس. والله الله يرحمك يا سعيد. ما انا بقول لك هي شهرة سمعني وفلوس. كلام واصوات انا ما كنتش الله يرحمه، يعني الله يرحمه الله لا معلش، هي بقول لك شهرة وفلوس بأمانة العربية. راحت اتسجلت لك قبل وفاته. طب عرفتي منين يا استاذة هالة؟ انا عرفت بقى ليا اتصالاتي وليا. يبقى انت على علاقة بيها اهو، يبقى انت على علاقة بيها. علاقة بيها خالص. لا عرفتي منين؟ عرفتي منين؟ كنت قاعدة معانا اول مرة اشوفها في العزاء. كنت قاعدة معانا؟ مالكيش دعوة بقى، انا عندي. طب عرفتي منين؟ الله، لا مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة، ما دام بتتناقشي، ما دام فاتحه حوار، ماليش دعوه تقفلي التليفون. طب انا بسالك سؤال. لا خلينا ماليش دعوه تقفلي التليفون. ما تقولش لحد كمان يا ساره نقفل التليفون. لا قلتلي مالكيش دعوه. زي ما انا بقول لحد ما يحفظ. يبقى تتكلم مع حضرتك، انا ما اتكلمش معاها بقى. اتفضلي اسالها كده. اسالها يا استاذ وائل، هو مش لسه جايب لها عربيه حمراء على الزيرو قبل وفاته ب 10 ايام وعامل لها تسجيل للعربيه ومعرفش ايه اللي عمله لها في الشهر العقاري؟ مالكيش فيه صح ولا لا؟ طب ما هو البعض هيقول لك يعني ما هو في ازواج بيعملوا لزوجاتهن كده، بس لزوجاتهم كده. بس ما سرقتش. اصرار ما سرقتش وما سرقتش. ما سرقتش يا استاذ وائل. اسالها سؤال تاني. مالكيش دعوه. ما هو السؤال الاولاني ده يعني ممكن يكون بعض الازواج بيعملوا كده لزوجاتهم. اتفضلي. الحياه الغراميه والحياه الرفاهيه كانت عايشه معاه في بيته، هي ومامتها وباباها كمان بابا واختها المطلقه. الله، ده انتوا كنتي قاعده معايا بقى حبيبتي. احنا كده مش هنخوض في الـ يا مدام. انا بقول لحضرتك، هو انا هقول للناس مين لقاه؟ يعني ما تفترض ان هي عائليه وصلتها معاه. يعني سبحان الله. خلينا ندخل في المساله، في اللي بيهم. بس انا هقول كلمتين في الاخر، انا مش عايزاها تطلع تشهر بيه ويحصل الحوارات دي، لان في ابن شاب لسه طالع كل ده هيقود عليه. وانا مش هسيب حق جوزي راجل. وانا مش هسيب حق جوزي اي سمعه لوالده ولا مشاكل والده. لا يا حبيبتي مش هسيب حق جوزي. صح جوزي يا استاذ وائل ولا انا بتكلم غلط؟ ده بالعكس، احنا بن 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 بندافع عن الاستاذ سعيد في الانتهاك اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي الاسرتي. ما يتعلق بالخلافات العائليه اللي في المحاكم دي، يعني لو الطرف الثاني عايز يوضح، هي مكانها المحاكم ولا اسرف في النقاش فيها. يعني وهو قالها لي قبل كده الاستاذ سعيد في حوار سابق، يعني
لكن انا بتمنى مش هي موضوع اللي بناقشه. انا بتمنى يا استاذ سعيد يا استاذ وائل ان الاستاذ سعيد الله يرحمه ويغفر له ويحسن مثواه ان كل المواضيع دي هتتصب في الاخر عند يوسف، وده شيء احنا ما نرضاهوش، لان الراجل ده كان راجل غالي وانسان كان عظيم، والاحداث دي كلها هتتصب عند يوسف، واحنا يمنا ان يوسف يعيش حياه سويه. مفيش اي انا لسه بقول مدام ساره انه الوحيد انه الذي سيحمل اسم الاستاذ سعيد طرابيك هو ابنه، يعني لا هي ولا زوجته الاولى طليقته، انما الابن هو اللي بيكمل مسيره الاب، هو اللي بيحمل اسمه، يعني هو البصمه الوحيده اللي بتكمله. يعني بتوجه لك بالشكر، الف شكر استاذ الهامي، خليك معايا وهطلع فاصل، وبعد الفاصل خلونا هنبتعد يا جماعه عن مناقشه بعض التفاصيل الصغيره اللي فيها يعني ممكن لا تهمش حتى المشاهد، انما كنا بنتحدث من 3 شهور عن قصة حب، الأستاذ سعيد كان معانا وقال إنه الحب لا يرتبط بسن، الزواج لا يرتبط بعمر، السعادة ملهاش توقيت، مش معنى إن أنا كبرت فالناس تنتهك حياتي الشخصية بسبب بحثي عن السعادة حتى في اللحظات الأخيرة. بعد 3 شهور وبعد الوفاة في انتهاك مستمر للحياة الشخصية، وكمان دخلنا في الخلافات العائلية. بعد الفاصل هنكمل معاك.